أهلا بكم. نشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس قرار وزير الداخلية بإنشاء سجن مركزي بقطاع أمن الجيزة يحمل اسم سجن أكتوبر المركزي. وكانت منظمات حقوقية قد قدرت عدد السجون الجديدة والتي تم بناؤها خلال سنوات حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب27 سجنا، وذلك بعد بناء السجن الجديد. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استقبال الطالب الأمريكي والمعتقل السابق بمصر محمد عماشة في مطار واشنطن فور وصوله بعد الإفراج عنه من السجون المصرية. وكانت السلطات المصرية قد أطلقت سراح عماشة طالب الطب الذي يحمل الجنسية الأمريكية بعد احتجازه من دون محاكمة لمدة 500 يوم بتهمة رفع لافتة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في ميدان التحرير، وجاء الإفراج بعد ضغط من الخارجية الأمريكية. ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء بالإفراج عن المواطن الأمريكي المصري محمد عماشة، لكنه دعا القاهرة إلى الكف عن مضايقة مواطنين أمريكيين آخرين. الاثنين أطلقت السلطات المصرية سراح المواطن الأمريكي محمد عماشة الذي كان محتجزا في مصر. وبالمناسبة نشكر مصر على تأمين عملية الإفراج عن محمد عماشة وإعادته للوطن، لكن في نفس الوقت نحث المسؤولين المصريين على التوقف عن المضايقة غير المبررة للمواطنين الأمريكيين وأسرهم الموجودة بمصر. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول ضيفي السيد مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. أرحب به سيد مصطفى عزب. يعني تعليقك على السجن الجديد سجن أكتوبر المركزي والحديث عن 27 سجنا في ظل البعض قارنه مع تردي الأوضاع الصحية في مصر والحديث حول لماذا سجون وليس مستشفيات؟ للأسف الشديد هذا السلوك يعكس النهج الأمني الذي تنتهجه السلطات المصرية في مواجهة أو في تعاملها مع الشعب المصري. هذه الأزمة الحقيقة، النظام المصري يرفض كل التوصيات الدولية في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الكرة الأرضية، يعني في جائحة كورونا، بتقليص عدد المحتجزين للحد الأدنى كما أوصت منظمات الصحة العالمية، تقوم بإنشاء مزيدا من السجون ليعبر عن نهج أكثر قمعية وأكثر يعني أكثر انتهاكا لحقوق الإنسان. الأزمة الحقيقية ليست في سجنا يزيد أو سجنا يقل، الأزمة الحقيقية في المعاملة داخل هذه السجون المكتظة أصلا بالمحتجزين. لدينا تقريبا التكدس داخل السجون المصرية يصل إلى 400% من قدرة السجون الاستيعابية، وتضاف هذه السجون الجديدة ليزيد عدد التكدس لينوي النظام الزج بالمزيد من المعتقلين إلى داخل هذه المقار التي أصبحت مكتظة عن بكرة أبيها بالمعتقلين. كل المقار الأمنية الموجودة في مصر وكل مقار الاحتجاز المصرية الموجودة في مصر لا تتناسب أصلا مع معايير البناء المصرية، ولا تتناسب مع المعايير المعدة لاحتجاز البصر. وهناك العديد من مقار الاحتجاز الحقيقة هي تقلق وتخنق المعتقلين وتقتل المعتقلين بالبطيء يوما بعد يوم، نظرا لأنه لا يوجد بها أي نوع من أنواع التهوية، ولا يتعرض المعتقلون للإضاءة، ولا يوجد أي احترام لحقوق الإنسان، خاصة في ظل هذه الجائحة التي وصل فيها وباء كورونا إلى السجون المصرية، ولم تقم السلطات المصرية باتخاذ أي إجراء حقيقي لحماية المعتقلين أو حتى لحماية أفراد الأمن العاملين على أمن هذه السجون. يعني سيد مصطفى عزب، الحديث حول أيضا الإفراج عن محمد عماشة المواطن الأمريكي من أصل مصري بعد 500 يوم بسبب رفع لافتة في ميدان التحرير، هل أنا أصبح يعني واضحا أنه من يحمل الجنسية الأمريكية أو الجنسية لدولة أوروبية أو دولة غربية من الممكن أن يتم الإفراج عنه، لكن من يحمل الجنسية المصرية من الصعب بل من المستحيل الإفراج عنه؟ يعني هذا الأمر فيه مدلولين. المدلول الأول أن النظام المصري يعتبر أن هذه القضايا قضايا سياسية لا تمس الأمن القومي كما يزعم دائما في وسائل إعلامه وأمام حتى أمام الصحافة الدولية، ومن ذلك إذا ما تحدث أحد متحدث النظام يقول أن هؤلاء ينتهكون الأمن القومي ويهددون مصر وهم إرهابيون وما إلى ذلك. هذا يقول أن النظام المصري لا يعتبر أن هؤلاء الأشخاص إرهابيون، بالفعل أنه إن كانوا إرهابيون فالنظام المصري يرتكب جريمة كبرى بإفراجه عن أي إرهابي ساعد في تدمير الأمن القومي المصري أو إتلاف منشأة أو أذى الوطن المصري بأي شكل من أشكال العقوبات. الأمر الآخر أن هذا يعكس أن النظام المصري أيضا لا يكترث بتطبيق العدالة فيما يتعلق بالمعتقلين المصريين، وهو في هذه الحالة يعني يعتمد بشكل أساسي على
يعني على التنكيل بالمعتقلين المصريين والتنكيل بالمعتقلين الحاملين الجنسية المصرية، طالما أنهم لا يوجد لهم ظهر كما يقال في الأوساط المصرية، ولا يوجد لهم من يحمي أو يدافع عن حقوقهم الأساسية. النظام المصري ينتهك حقوق الإنسان ويقمع المواطنين ويقمع كل من يتحدث بأي رأي معارض على خلاف هذا النظام، وهو لا يسمح بتسرب العدالة إلا إلى المواطنين الذين يحملون جنسيات دول وأنظمة تدافع عن حقوقهم وتسعى لتطبيق العدالة على مواطنيها داخل وخارج أراضيها. نعم سيد مصطفى عزب، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. أعلنت وزارة الصحة المصرية